عمرك مين بي نفداك؟ خلاص سميته نواف. نواف نواف ترى طير واحد من الربع، طير طيب وصايد وحاشر صايد عدد ريشه من الحبال. الله انا خليه يهجد. لكن سد ابو فهد، انا بغيت اسمي اسم لكن سد ابو نواف جاي من نواف. كفو حط حطنا حط سفره، جيب سفره، جيب سفره، جيب سفره. لقبه هو عانها ما احتاج تكمل. لا جيب سفره لكن سقط. الله يجعله مبروك. الله يبارك فيك. حط حطه حطه هنا هنا. جيب سفره، جيب سفره يا سعود، جيب سفره. اصبر سفره، فك اللي فيه. هو تعشى؟ ها تعشى يا سعود. تركي اصبر. ايه عشيت دقيقه. واضح انك تعشى. ها شفت الحلقه ذي؟ شوف ربطه شلون. بس ابعد الدس عشان ما يمحط عليها الطير. عبود يا عبود، قصه قريب الهواء، قصه قريب الهواء. عطني كيس، عطني كيس كيس يا سعود. محمد الطير ما يمسح على ظهره. انا عندي خبره في الطيور. اللي يمسح على ظهره اللي خرفه. يلا قوجة قوجة. يا ولد ايه تدري انه يقول اسمك صدق؟ يلا والله بغان. يلا شفت لي مقطع واحد فكر انت سداق وحاط الطير على يده ويقفل على يده ما افكر. لا يلفعني يلفعني بجناح. فك السفره، فك السفره كلها. هذا حقل، اذا قال لك حقل الطير الى تشبث في الشيء. وجه حقل، حقل ولا بقلبك النوفي النوفي. عاد تقول نفسيته طير نواف اسمه. اي بس ما هو كيف تدلع نوفي نوفي. الطير ما يدلع، الطير الطير حر طال عمرك ما يدلع. يا اجل نواف نواف شوف الحين لو تفتح ايه لو لو تفك برقعه قال لك خشمك. على اسفنا عن الطيور. ابو وهيب ارحبوا يا ذنين. محمد مساعد واسم تبالين. مرحبا وسهلا. ارحبوا انتبه الطيور وش ذا الامور الزانه تحريبها. نبي الشاه. ما راح اقول يا حظ الساعه، انا ابي الساعه فيكم ممكن تحطها في يدك. والغالي يزاء الغالي. طيبك طيبة. الله يطول عمرك. والصقر والله مهنت يا ابو علوش. يا سنة طير وضبت كيف تدري ابغي كذا. يا اخوان انا برب ايش اسمه تركي بالله ابغى. تركي ابو تفيل من قبل شوي ان شاء الله. ايه ربطه على يدي. ايه لازم تربطه. شوف حطها كذا وارفع يدك بس هو يطلع على طول. اذا مسكته خلص داخل يدك. ايه سويت كذا انا. ايه وكل ما اذا نزل الطير ارفع يدك فوق هو يطلع من عمره. ايه ايه اعرفه. واذا عطريه اصبر دقيقه خلنا اعلم الرجال. خليه يشرح الدك. اسلم. شوف معلومه عندي. تكون يدك متساويه عشان يرتاح الطير. واذا تعض القصير هذه المعلومات العاميه دي اعرفها كلها. ما شاء الله ما شاء الله. كم طوله يا ولد؟ مو بكبير. لا 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 يقول كم طول عمره ثاني. مو بكر عمره تو 6 شهور. بكر العام فرخ يعني كم يقول نواف يعني سنتين. سنتين مبروك يا ابو الفيل نقلت الطير. الله يبارك فيك. لا تروح الطير ونواف على ما تركي يهدي اللي اطيب منه. استاهل الطيب رب الطيب. استاهل الطيب الله يطول ان شاء الله تبارك الله. نفس عيون تركي عيون حر ترى عشهردي. عشاوش ما تعشى زين. ما تعشى زين. ايه حط له بروست. شوف شاكر وشاكر. لا لا هم ما ياكل بروست. ما ياكل اللحم. شوف ترى ما ياكل شيء فيه. ها ترى ممنوع عن البهارات. ابشر والله بالعشاء. ابشر والله بالعشاء. لو اذبح لك طلي ما شاء الله. وانت مضبوط. انا بذبح له طلي. شوف العين عشيه طلي عزه يستاهل. يقول
هواية الصيد فينا من قديم العهود والأحفاد تارث مواريث الجدودي جدودي. شكرا الحكامنا اللي من عرين الأشود وتقودنا للعلا بالعز قودي، واليوم ترعى الهواية دولة بن سعود نادي منظم وصقار بن سعودي. سلام حسان حسانك، هذه مشاركة لي كانت في نادي الصيد والصقور في ملهم والطير ما شاء الله. اسلم. وين الصقر فيه؟ ها؟ وين الصقر؟ وين الصقر؟ الله يطول عمرك. كله مصقور. صقر شايل له صقر. هذا طعمك شوف. الماط الطير كل واحد له اسم. اسلم عيال. التابع اللي وراء. وهذا الكاشح. التابع إذا قال اضربها بتابع، التابع اللي وراء. وهذا الكاشح. كاشح يمين ولا يسار؟ اللي من صوب التابع. وذا له الوسط كاشح وتابع ولافح. ما ادري ايش اسمه الرابع. والحين يظهر من المقيض فيه موس يحذف ريشه في المقيض وقت المقيض. وقت المقيض يحذف ريشه ويبدله. طيب. اي هذا عاده يسوق موسه توهم طلع، يقول رجع طلع قبل 3 أيام من المقيض. وهذا وقت نقلة الطير. هذا وقت الحين وقت نقلة الطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا داخلكم في شروم بنقاطي وجاي أوضح شيء أبين لكم الحقيقة، ومعنكم أنتم إن شاء الله أنكم أنتم أدرى فيها وشايفين وعارفين الوضع. الحين لنا كم؟ لنا ما انتصفنا البرنامج، تعدينا نص البرنامج، ما عاد بقى لا 20 يوم ولا لقيت أي إنصاف، ولا أني في حاجة إن شاء الله إنصافه، لكن دخلنا هنا سواسية وإن في البرنامج سواسية، ولكن ما لقيت ذا الشيء في البرنامج. يعني انا رجال اقوم على حيلي من بدايه البث، من الظهر الى المطبخ، ومن عقب المطبخ الى نهايه البث وانا على حيلي. حتى لو تلاحظون احيانا اذا تعبت انا اغط لي ساعه وتكون على البث، وانتم شايفين ذا الشيء، ولكن ما لقيت اي انصاف ولا لقيت اي شكر، وانا ان شاء الله اني اكبر من كلمه شكر منهم، ولا لقيت لا انصاف لا من رادار ولا من عكس رادار. حتى الأذان الصلوات كلها ما أذن لنا، حتى هذه ما بعد صارت في برامج الواقع، ولا لقيت أي إنصاف، ولا إن شاء الله ماني في حاجة إنصافهم، ولا لكن هذا الكلام يعد. أما تيجي تذكر لي ناس أخويا وعلى عيني وراسي، وكان أجي هنا أعدكم الحق وشيء هذا ما شفتنا، ما شفتنا صوبي أنا يا ناصر وأنتم أدرى، ولكن تعبت وأنا أقول يا رجال خلاص مشها 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 اليوم بكرة بتزين، ولكن ما بعد زانت. فأنا ما جيت أتكلم، أنا لا أدور من وراء شيء ولا شيء، جيت أبين الحق وأنتم أدرى بالحق. لكن سألت أني ما لقيت الإنصاف، عكس الرادار ما لقيت إنصاف، ولكن جيت ومعي 14 ساعة وبثبت نفسي وبإذن الله بتعرفون من هو ناصر بن ظافر آل بريك إذا كملت نهاية البرنامج. واللي بقوله لكم، ما تذريت بذرة ولا تزبنت بخليفة، أدحم الأيام بمتوني وأصفقها بكفي، وسلامتكم. ووعدنا إن شاء الله باقي البرنامج إذا جستي. وعلى حسب، فيه طيور مشروط هذا قيمته غالية، وفيه طير مسابقة، وفيه طير مقناص، وفيه طير مزاين، وكل شارب له مقص. مثل الخيل. نعم الخيل فيه اللي يتسابق في ايش اسمه، في القدرة والتحمل، وفيه اللي في السباق السرعة. الطير ذا ما عاد شوف، هذا يصرح لتركي. انا قلت النواف بما تركي مبتدي في الصقارة، هذا يصرح له، بيتعلم فيه وبيتولع فيه. انا تولع فيه وانا توني طير ذي قطعته وشكله هاي تفعل فعل قوي وشباك، جاء ربي يبارك له والله ليهن مخلفي، وتركي يستاهل طيب. ونعم في المهدي والمهده له. سم تفضل، يلا تعال برجله على الوكر، تعال انقله من الصفر. لا بعلمك انا، تعال. بس لا مو بالحبل. اي عيال دقيقه، هذا قال له السبق، اسمع هذا السبق وهذا الجرير. شوف اذا قلت بتنزله حط مطاه ونزل يدك. كفو ازهله، وانت قرب يدك وارفعها وبيطلع. انت تبر منتهيه. يلا اتصدح فرصه، اجلس والله شعور حبيبي. نزل يدك. لا خليك كذا اسحب هذه ونقل. لا حبيبي مو مجيك شيء، خلاص بيدك ذي. انا زبطه.
شله شله مو كذا. ارفع 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 افتح افتح لي افتح لي اقف خلاص الطير الحين لا تقفل عليه انت كف الكل الطير اموره تمام شوفه شوف الطير ما شاء الله لا لا مو كذا خلي يدكم توازنه قرب يدكم عليك مو بجيك شيء ايش تقدر لمنه ترى الطير اكو عين هنا ارفع يدك كذا عشان يطلع فوق خلاص تك تك اصص والله هنا لا 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 شرفك انت يا اخوي همزح الطير ما يطير طلع الطير نزل دور 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 دوري 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 ترى حبيت اللعبه يلا اللي قلت اول يا طير رجال انواع وعز الانواع ايه اللي تقدر بعض قبل التواجه مره دخل بالطيب ما عليك روح روح سامي جدي روح 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 الرجال انواع وعز الانواع اللي تقدر اللي تقدر بعض قبل التواجه ادها الرجال انواع وعز الانواع اللي تقدر بعض قبل التواجه الرجال انواع وعز الانواع اللي تقدر بعض وقت التواجه وقت التواجه اعطاك اياه قبل التواجه لا 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 هو زلمه عندنا يا جماعه عبد الله تعال تعال والله سبع انعام في عالي الشان اقولها وتقولها الناس غيري يا رجيل خلوني يا رجيل خلوا الصقر الصقاره دور يلا دور 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 يلا دور بالله عطني بيتين 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 وبقولها تكفى الطير لو ياخذ مع سنينه سنين سلام احسب على يوم يجي فيه خونه خونه اما يموت طويله دي دقيقه وفيت وفيت هذا كيف احفظها انا بعدها بنيابه عنك الله سديد شوف هذه قاعده قاعده للصقاقير كلهم يا سلام مؤمنين بها يقول الطير لو ياخذ مع سنينه سنين سنين احسب على يوم يجي فيه خونه خونه اما يموت وساعته ما لها حين ولا يجي له وقت ويضيعونه سلام لذلك الاخ تركي اذا تولع بالطير يحسب على حد الثنتين اما عطاه ترى هم مات ولا بيضيع شوف امسك لا دقيقه لا 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 خله هو امسك القصير هذه حطه في ذمك حطه في ذمك ايوه وامسك الثاني بيدك ما عليك راح راح اقرب منه مو ماكلك ترى ايوه خلاص لا 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 والله اني صقعت والله اول مره امسح امسح على صدرك بذي لا لا عكس عكس كذا لا على راح راح عادي صح خليه بيضحك بيضحك لا بيضحك كمن عيوني ايوه بيضحك عشان تبرقها هذا منو اللي وراي ذا عيون من والله نسنها عيوني صح نايف ونوه الله اكبر نايف ونوه نايف الحين يقول مالك هم الشباب منهم يلا دور اكشف شو عيني عين يدري اني حر يلا برقع 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 لا هذه صعبه لا بسيطه برقع الطير من هذه صح ايه راح تعال هنا راح راح صح صح يلا جارك نقطتني برقع علم 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 والله ما انت اول شيء طلعته ما رخيته كامل حلو زين خلاص انساله سنه كذا اي بس خلاص ارخي ارخي امسك هذا بثمك لا لا ابغى طلع طلع ابغى اسحبه كذا مو تسحبه هو تمسح راسه طلع ذي حلو على تحت برقعه كذا تراك مخرب لا خلاص سلطان خلاص سكت الرب بعدين تجيني من طلج يا رب خلي الرجل يتكلم لا تقول تنافق بعدين لا 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 يا سلام يا سلام يلا واحد اثنين ثلاثة بدون تداخل اصوات بدون تداخل اصوات خمك لا 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 قرب يدك منه لا 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 اوكي اوكي امسك قرب يدك منه يلا ارفع يدك فوق وهو يطلع منه بس يا سلام سلام ولا بغيت تنزل على الوكر ولما الرجال دفن حرة عدل يدك يا انا انا فايز لا تخليها كذا شوف خلها كذا يدك هو بيتعدل لا تقصر ذي عشان يتحرك شوف لو نزلت يدك كذا تراه بيطلع للجهه المرتفعه خلي يدك تكون مرتفعه لا العكس لا اسمع ايوه مضبوط وهو بيجي يقول لا خلينا نفكر برقعه شيء مضبوط احنا ما ندري ما ندري وين الحر هو ذا ولا ذا اسمع ما ندري يا الله يجعلني هداك يا شيخ
هنيي لو اني طير يجول كل البلاد. وش يقول هنيي؟ هنيي لو اني طير يجوب كل البلاد. تقطع بها فاق الخضيره جناحينه. الله ما عاد يتحمل خاطري منظر العداد. يدنق بذل ضعيف كل نهينه. يا سلام. سلام. الله يصحى زارك. برقع طيب وياك. يا جارك انا قطعتني برقع الطير طيرك وحش وقلوب انا مستميته يا طير السعد يلي ترفع الجناح لو اهنيك لو يا مرقس عليك الأرض خليتها شوف طلع على يدك أنا أربع يدك أربعها إيه بعد أربع يعنيكم خلوا الصقر لا نزل الوكر نزل الوكر يا طير يا طير السعد يلي ترفع الجناح لو هنيك لي عليك الأرض خليتها لا 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 يا سلام وتسمه نواف على اللي اهداه عليك يا سلام وجه وجه يا سلام الله يبيض وجهه كلها اللي مهديه نواف الله في على ترك معك زود وماك الحرار الله يطول عمرك ولو ما تكفوا ما اهدوا عليك الريق الى الطير عليك زود ويا جاري كان قطعتني برقع الطير طيرك وحش وقلوبنا مستميتة مش حجاجي على الله اي والله الطير مش حجاجي على الله صار مش حجاجي على الله وابشروا راح خلا يعطونا الطير ماي يا رجل حبيت خلاص اسعد الله اني حبيت الطير ياخذ ماي اسعد الله اني انشاعر يخش ريليتي اسعد الله منك اني انشاعر وش تقول البيت اللي قبل شويه ابو شفت تحمس شو البيت اللي قلت والله ابيات وايد يقول نواف طيري ما علي من المناعير إير. اللي ظلموه لا اعطوني وصوفه اوفه فرخ سنادي وفيه ريشه مغاتير اوفه أي يقول والكواشح اير من كبرها كان الحفا فيه كفوفة يا سلام مدي راح فيها قال فيه مطير الى عقدنا ضايع ايش يقول السير قد على يم المحادير قد عشبها يا الربع يشبع خروفه الى طلب شو مثل مني السير على رويض عسجه في حروفه يا سلام طويله طره نوع حقك عادي طول برقع الطير يا سلطان برقع الطير بيضاء وجهك ممدوح بخاري هو مو انا الحين ما عندي غير لا 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 امسك 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 حر قرناش حر لا لا واحد لو نبغى نجيب مجموعه في ربع قالوا على حسابك اللي تبغى نطير نجيب هذا ابو ثفيل يبي له جي علشان 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 تغدي مثل ابن فطيس يوم هي قلت له من الجي والجي جي فيه ودع وداع الطاير اهل المطارات كان الياء لطمها وريشها بعث ريره ندف قطن ينتفه وله تلفات وكان متش يقول كريشها متش يقول تسندوها غيرها تولع فلاشات الخضيره قال كريشها وسط المصاد ومسيره نفير حجاج في عرفات هذا والله الوصف لا 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 سلطان نزل يدك نزل يدك سلطان يا رجال دف دف بالحره ثوبي طلع طلع استيل الطير عزاه ثوبي طيري هلا الطير فك وسبوقه شوف شوف خلوه في جو اسمه يوم ضي الريش ريش أوه إلى هنا نكتفي إلى هنا نكتفي بهذا القدر العقب هلا العقب هلا نجح المشاعر طير فح شوف إلى فح الطير اسمع يا تركي لا فتح ذمه أدري إنه عاجز إنه عاجز خلاص طيب فك برقعه لا لا فك برقعه حليه وثن وثن يا أخوي كتمه يا ولد لا لا ما يمكن كتمه إلى جاء واحد منا وروعه جاء واحد منا وروعه
هذه كتمته. قسم بجلال الله يا اخوي اني كيف يجلس ومغمض عيون؟ افك برقعك راسي. تدري الوحوش الفروخ اللي تطرح اي الصقر يفهم ما برقعوه على طول، بعضها انه يموت يجزم. يقولون يقولون خصوص برقعك يقولون الحر ينقهر. يقول لا هذه يعرفها ينقهر بدون الصيده. بدون الصيده اذا قهرته بدون الصيده عشان ما عاد اشوفها. كيف كيف بيض الله وجهه. هذه هذا شاه العظماء. شاه العظماء. شو حاقل للحين؟ يدزلون الطير حاقل ما يبقى له حاقل. يقول لنا قار من صب له صب له شاي صب له شاي. يشرب ما هو؟ يرشونه لا يشرب. إيه ولا نصب له يشرب يشرب. أفك برقعك. البعيري يقول أفكه. عشيه ولا عشاه تتعشى موجود عشاه عشاه الرجال عشاه عشان بسيط ولا كل ولا كل جفل من الطير مسوي تركي استرح جعلني فداك يا عمدتنا لبيه استرح اولا تستاهل تستاهل الطيب يا ابو مساعد من كريم المستحق سلطان عنك وطلع على بالي الله يجمعنا وياكم العز والطاعه شفت الطير وحبيت اشهد جات لي بعض الابيات اسوي الشاهد اسلم غرد اللي يقول اكفى خب جنحان السعد لا تدرى أربع. والعمر ما يقى كثر المداري ما في يد المخلوق نفع وضر ما قدر الوالي على العبد جاري سلام. يقول كذلك الشاعر طير السعد من كفه الدم شلال بالمخلب يقول طير السعد من كفه الدم شلال بالمخلب الساطي عطيب المضاريب أيه. يقول كذلك الشاعر فلا ثعلب جاب صيد من المها ولا طار من عش الحمى مصقور اشوف الحرار اللي ترقى انفوعها يشوم العليا وهن طيور ما يرتضن عقب الشوامخ بالوطا لهن لهن بروس النايفات وكور يا سلام صح مدرك صح لسانك صح مدرك ايش اسمه تركي نواف اسلم خفيف وبعدين الطير اللي ظهر من المديض يقول مظهره البحث الاول لياقته صفر وعدته صحته يعني لازم انه يوازن بين هالصقار عشان يجهز للهدف بس يجهز للهدف لازم يوازن بين اللياقه ولا طيب يسمع والصحه طيب انا بسال الشباب يروبج وش يعني يروبج لا يكون بارد يا تركي مين بخلي بارد انا ما عندي معنى يروبج لا وين ابو بارد يروبج يمشي لا ما يصلح تكون بارد شوف اي بارد لا 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 خليه يفتر حره حره بماء حره في ماء كبير حطيت ماء عليه ما روح روح وهذا ما يصلح كان هام هيب يقطر الدم مع حدوقه ايش هذا بسرق حاله ريشته حمامه الحيه نذبحها ونعشي منها شوف ذا الشجر ذا الشجر اللي هنا بنعين فيها ناخذ صوافقها وارجيلها بس ترى شوف لا تعطيه تراها معشى انا يا رجال جايب لنا طلي عشاء ردي ها ذبح لنا طلي ايش طلي؟ وناعن وناعن مو ذبح وش ذبح وش ذبح له وش؟ ذبح له طلي من هو؟ عشاء طلي من اللي ذبح؟ انا ذبح له طلي ما يطلح الناجح الله يبيض وجهك على ها وش فيه الحمى في الذبيحه يسمونها علفة الطير العظم وين؟ والفواد يعطونها الطير فواد قم سير عطني مغرب احسن وين؟ لا ويقولون بعد وين سعد حديث سعد صغير ايوه هذه افضل صيد يقولون شنيع الفار الفار الله يشن ايام طيب في الغرفه في الغرفه لا لا مو بالفار ذا فار البر لا فار فار الابيض فار مبري وفيه يا شباب يا ابراهيم في معلومه في معلومه في الطيور ولا تشوفها الا في الطير إذا صاد الصيدة يحللها كنه ذبح سكين نعم. يمسكها بحلقها ويأكل جميع أجزائها اللي مهيب لمعة والله إنه يطلعها ويحذفها هناك ما يأكلها الطير إذا مسك الصيدة سواء أرنب طير من الطيور ها صيد أرنب يذبحها يمسكها بحلقها صيد الغزال صيد الغزال نعم نعم في أنا شفت مقطع أنا أدوه على بس ذاك طير راعي 18 ايمن من يصيده صاده نعم وياكل اللحم كله لا معاه فطنه يا رجل ما ادري سبحان الله اللي علمه ذا الطير انه يحللها تحليل بعدين لهنا قالوا لهنا قالوا فلان نفسه نفس الطير نفسه نعم لا منها شان من الشيخ والطير يعيف يعيف خلاص لو ان
يموت جوع وعايف الحاجة ذي ما عاد هد عليه. وإذا ما قدر يصيدها بعد الطير ينتف ريشة، إذا ما قدر يصيد، إذا قدرت عليها مثلاً حبارة ولا شيء جاي يصيدها يقول ينتف ريشة. ما أدري، ما أدري والله هذه معلومة. لا إذا ما قدر، لكن الأولين خلاص إذا كره. شوف الأولين قبل السيارات يا عيال، هلا هلا كان يقرنون النايفة والطويلة، أطول ما في الجناح ريشة، النايفة والطويلة والموت يقرنها بعض يربطونها بخيط عشان ما يبعد عليهم من أول على ركايب، يمكن يبعد هو الحبارة وتغيب الشمس ولا يضيعها عشان ترى وثن فك بركة. لا هو وثن لكن ما أدري هو يفرع على الوكر ولا بيفرع أبدًا. بس أبدًا. وثن يعني أليف، وثن يعني موالف. أبعد ترى بيشوف العلفة بيطمر عليك، أبعد وأبعد الكيس وراك. أشوف يا محمد يا تركي عطني العلفة. يلا كرسي احترام حط حط لها من أنا شو يطمر ولا ما يطمر. سكر الباب، سكر الباب حق الهاوس وفكه. خذ يا سمي صدق لا 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 قال ببغان انت ببغان انا ترى ما معطي منها ليه اوكي شبعان يا رجال لا يا اخوي انت روعت عيال لا تحرك يا نايف نايف خلي حركتك خفيفه ترك تروع شوف 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 تروع منك ما هم صوب العشاء ولا صوب يا رجال متعشي يعرف الحر لا يقول ما اكل الا نسر اي والله ما اكل انا خلي هذول تحرك عشان ما عاد يبخت يدك بشوف طيب لا تحرك اثبت وين عاد احنا بنقلص يا ابو ثيان ابشروا بالسعد بس الجيب خلني يجي الجيب هم خلاص والله ما والله ان شاء الله لا صلى تركي تركي ابعد الوكر ابعد شله شله خلي السفر خلي السفر خلي السفر ما شاء الله ما شاء الله اول مره ما يجي قطع عصب كلهم دنجير الصقر له هذا ضيف علينا قولوا ما شاء الله على ابو فهد واحدنا هد طيره على له صيده ويطرده يوقع عند ذاك الواحد عند عزبته في البر ويصيد الصيدة عند البيت عند الغرفة ويظهر عليه شايب راي العزبة ضايق لحاله قال والله الطير اللي جاني وصاد اني عشان اني سوى هو يبغى ضيفان من اللي هو يذبح له ذاك الطير سم الله الله وجهكم زين شوي شوي تاكل اي الله وجهك شوف قبل ثلاث سنين ولا اربع بزنا شوي شوي رجال عيلناه طير رجال ويوم كلمه قال يا ولد انا عينت لك طير ها متى ضايع قضى عين لها مدري 15 يوم ولا حوله انت من انت قال انا فلان فلان قال اجل قال صور لي الطير يسوي له الطير ويذبح الطلب قال هذا كرم طيرك نعم ويرسل لها المقطع ورد ذاك عليها في اليوتيوب هي ما ادري وش هم ذبح له ذبح له الطير نعم ذبح له الطير وايد تحصل ليه حاشمه من حشمه رعيش بس تحشم عشان من اول حتى يكون يحشمون عشان الرجال اللي معه طير يعشي المقطر كامل نعم غني غني ومركز تموين لا هو ولا الموضوع ايه وشلت الصيد الاخرى طيب تشبعه تخليه ياكل لين يشبع لين ولا الطير ناقض ترى كيف ضعيف ضعيف جدا شوف نظرات الطير يقول شايفك براين اللي متروع هو مقبوض من هانجر ما فيه الا طيور ولا بعد شاف ذا العدد كله وفجاه يدري ترى كاميرات ومشاهدين لازم بكره احط لهم سلم عليهم سلم عليهم انا جاء ترى الكاميرا انت تروح خلي خلص ما عاد افتح الطريق افتح الطريق خلي خلص من دي بس واقف موجود ترى هذه ترى ذي عذروب صيحه بس هذا ما صاح الا علشان عيشه بعضهن هو على وكره صيح عذروب لانه ازعاج
مهمة لا قال في صحة صدق ولجك وبعضها ما براكد ياكفى اخي ياكفى اخو انت امشي ياكفى اخو اكثر كذا يجي على يدك ويعود على خلاص لا خلاص خلاص كفايه لكن ده ما شاء الله عليه ترى دي عاد فيها وش ذا الطير يعني جير ما جير تفريق مزرعه بريطاني انا شفت نواف من حجله قال فكيت موجود معه مزرعه اكيد معروف انتو ترى كلنا ذحين لما خلصنا ان شاء الله البرنامج كلهم بيروح صوب اهله وديرته وكلهم في ديره اللي عياله راح باره ولا حباره الكره اللي متبين ترى تركي يشتري أنا الجره انا الجيب جاي ترى الحباره يشتريها لا ما هي بشراء احنا ما بدنا شراء احنا مزارق طيب ولا طيب لا 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 مع درهم واجد والله لا اقصد انك تولع شتري الرز يشتريها تولع هذا شلال الكروه لكن يا ابو ثهيل الحين هذا هذا بيحب يشكلك من العماد كيف تعطيهم مو مشموك جبت اركل الوكر جبت اللي يشتري الجره اعرف انه وصل قمه التولع بالصيد خلاص الحين تعشيته لا تاخذ برقعه خله مره خليه يدري عشاه طيب متى ياكل المره الثانيه على حسب لو انه يعني بيدعى وبيجهز في ناس يغدي وعشي ليه في شيء اكيد ما ادري ما نشت الرجل يمكن الا الا يقول لكن هذه اللي مثله يقول يقول تو هاده شموله هو اليوم عبد الله اللي مثل ذاك انشده والله ما ادري ما اقدر احدد لك متفاوته هي غالي وعلى حسب علوم الطير هو صايد ما هو بصايد هو شبوق ما هو بشبوق كم لك تقريبا إذا ما صار فوق العشر حل العشر حل العشر يعني يحسب له إذا صدق بارك أكيد سيفي هذا في السيفي صايد ولا مو صايد وبعضهم يقول لك صايد الثلاث الحبارة والكروان والأرنب كم يجي إذا صايد إذا صد بعضها يشترونها الناس يبغون يستانسون يهدون على حمام وتحدي وفيه سباق ملواح إن قالها الله يا أبو فهد ما يهدونه على صيد يهد على الملواح أن يطرح له حبار إن شاء الله يا لبيه وين 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 بتصيد وين بتصيد برضه. لو يشتريها يقنص المحمية بفلوس نعم راح محمية مرخصة ترى فيه نعم موجود اي موجود محمية اللي ما بتركي موجود نعم تدخل بطيرك وتشتري تدخل. المدة ابو فهد شو اسمه سبيع يقول ابن غنيم يمكنها صحن ابن غنيم ابن غنيم رجال راعي سلطانة صحن ابن غنيم بمشاوية ونعم ونعمين طيب ابو فهد الحين محميه من الامير من الامام تركي الامام تركي نعم الحين اشتري مثلا ربع ساعه ولا 10 دقائق لا لا فيه باقات تدخل بطيرك بس في لك خيام كانك في فندق مجهز كل شيء تعال وقنص فيها الحباري فيها الكراوين وفيها الضبع موجوده فيه اذا باخذ الحباره تدري ان الطير يطرح لها ارنب في واجد واجد انا شفت اسعارها طيب انت شفت الطيور اللي تصيد تدخلون قروب بسيارتك تدخل محميه كبرى لكن مع اي وقت يهدوا يفكون الحباره وافكها اذا ما صادها في الوقت هذا ترجع الحباره صح؟ لا 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 حباره فكرني قانص في بر من يوم تدخل وتاخذ باقتك اللي داخل على حسب اسبوع ايه والله ان شاء الله تصيدها ما تصيدها بصر طيب الحباره ما تطلع برا المحميه؟ اذا ما حد جواز المحميه كبير تنا يوفر لها كل شيء عشان تتبع ها؟ طير له جواز طير في مشاهير يقول صراحه تذكرونهم حمد بن جميل حمد بن سعيد راعي طير وراعي مقناص اول من سوى لها جابوه المري معلن ايه المري وقنصوها مشاهير معهم طيور تحدي هدد حباري وضبع طيب طيب لا صاد الخيول اللي يصيدون بها الغزلان يا رجل انا سجلت يا الخيول في الخارج انا دخلت جو معك اللي هذا كبره اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقول